بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. والله ليال وحقوق حسنة أولا كمان كان وكل ديبيت والله قهر الله يسري دي تسلام كا لغة بالي لها دواقة من لغة بالي لها وحقوق حسنة رب سبحانه وتعالى أولا عليه معرفة نوتي سيري يا محطولة ثانيا ولما أمكينا أيا يقول وحي كليهين مهد وحلنا فجزاهم الله خيرا محير يغس وتقليين حوشا ما قبلها يقوى الدين تها تصنع حي قدسين عسا وغيره وحق الدين تغير غيرون هيو أيا ما أردت أيا قدسين عسا أن ولما دع يضع مركي غربة الوهابية نبي بيسي يا خوارج دنيوك وهابية لأنما قصوا ما أحسادوا تهين لما جري جري وكتبت على قرطوه هي ومفتوضة وخوارجة ووحي أمن سيهين هي ومفتوضة يقصوا نحن قاتل لمكر إلى يهودة يأخذ روحة الصوبة حي ويجري نيه ومفتوضة وحي نوصوا بير غدا إن سوف رجليي وصي عليك الله إن وصوا قاتل لمكر إلى هذا الشيء هذا الشيء هذا مركع هذا واقع وحي هذا بريه هنا مثال هان وحاليه ليا انت فضل اما وهابيه بس اقوليه ليه ليا وهابي او بس معناه ويدي ووهابي ابيه ووهابي شيبيه ووهابي اما وحاليه ليا قوليه وهابيه يا رسول الله سجر يا ليه ليا هذا ركع مع صلاه يقول ليه رو وهابي يا شيعي يا سني اما وهابي يا شيعه بس والله بس اي ليه رو هذه انا تبغى ليه تحضروا هذه انا ليه تحضر ايه ليه رو أي أحد أصوص عطها معيّر إنت أصل مركب حرارة وإن السيحة ستين معيّر مثل إلي هذا يوسف الأصباب يا وعيّن كان علي قدري قدري يبوي علي أباه قدري وعيّن وأخواني الروافق دولي أفتياسي روحي أهل المتر الأشياء على فأنقذني الله سبحانه وتعالى بسفيان من الغيير أبوي علي هو بباديل سلم الغيير له بباديل ما نهرك أنقذ الله أو بيارك أبيه محمد قدري أتياش روا محيق واه روافد إلى هلا كيس الحكومة البالية سيرة صفيا بن عيينة أي لا الحكومة البالية مرة الشيخ والله يكون في صوت واتاس الحمد لله شيخ محمد كصوت لو شيخ عبد الله شيخ عبد الرحيم شيخ عبد النور وحجر الله كل إمام محمد صوت ياسر لكن صفيا صوت ياسر يا خوش الله تعالى يا حاجة سفي عام أي مرة ما رتاي إمام أي نوم مرتين أي نوم ثلاثين وحفر ضل مركع شيء خصوص نوم شيء معناه هذا إن سوه سياسي وما كشيء هذا بيجاهم معه وهذه الشيء خصوص نوم شيء هذا حركة هم البوحارين هذا رواك أنا حركة ودي إنه هذيو أيضا هذا هي نوم كيسوفية أن رسول الله جماعة وحكي يقول لي زين تيجي دعوة هذه مركع هذا أنا روح مرتين وهذا ما طاح وفرها وشيء هذا غير بتونان تضع بقارنها لكن هذا هذا برامجنا حاليا أنا عم أتكلم وما أعرف تاعي، عم ما أعرف تاعي ما كان أسكن دفاع ما كان كلو. البيت المحافظة طول واحد والباقي ليس من الدين، دين تكمل معها. سيدنا علي رضي الله عنه مرفع عبد الله بن الصبا وخش إلى أهله. سيد مور سيد علي مور أبو صعب كمور وقراعي، ومور أرمي مرفع طول مغافع جاسيني. الله يلاه عبد الله بن الصبا وفي عين مور أرمي. أقول بالنهاية كان رسول الله وقول لي طب وحنا هاي وقراءة صحيحة ما تجرب هذا لكيسة البيت أنا وين جريه محافظة الذي يقرأ قال صارت الغرام طبعا اللي مشي عليا واختروا والبيت في جري هذا كان سيف وقول هو قوي يعني مرفوع هو قوي يا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضاه وقول له قوي إلهي ما دل حكم قوي مرفوع هو قوي يا أيوة حين خاضوا ما مزيع قوسنا إلى إله تايوان محيك واحد كوكب وعلم واحد كوكب عبد الله بن عباس بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كلها بقول لك سواد صدق والله نكمل يا مكة عبد الله بن صلاح حبوك سوجي سوهم سوجي نوشة يهود بوك سوجي
نمنكن كلا هذا خوارجته أنا كوا مدح يجري يهود بكسوجيها مرة واحد دين كنا وانما كان مقربين كان مستشرقين نما كان سامع ربي تأفيني ضد بين وصل حتى سانية ضد بين وصل حتى سانية تكلا نمنكن إلى نزيدية لا وصل حتى يوم وسليمانية جارودية يبطية صدح لا يوم بوقع سانية أو هو سيسا أو جارودية اللي إلى سليمانية ويكفك هاي جارودية وحيليه سيرث ما هو قال بيني بذرية لا أوصك أي سواء هذا قوة أنه مثلا إنه أن لنا هو أوصك يا وقوة للسيد كأنه ما أماني ما عاين سيرث ما أكثر الله حساسا كما عبيه وأنما كما عرف اللي هذا بذرية اللي جاوي مركا شيعة دبر المطر وإنه شكت هذا الكتب على السيد مركا إنا نسكسي مشغوليو أمر المحيري الحمد لله يقول الله صفة عن الله ما شاء الله الله بركة يا مانا قلبنا وحوي النصائح لكل سنيين والنصائح لكل سنية هذه اللي يسمى حقه وقلبها كتابة مدى قل الكتب وحوي وأنه من أهل المشغول وإنا أهلنا إنه هو أننا نسو مشغولين إلى السنة والجماعة شيخ الله صادق يقول لي وأنا أنا نسو مشغولين معايا أكثر من واحد واحد أكون مشغول إنه حتى فكر بحين هينو حتى نحور بحين هينو بضع أكون بحين هاي سنة وضلك سواء معي وعدوينا وهبيلي هذا الموقع الشعار يبني تكرى إذا قال أحد أنا وأنا كشغ إنه واحد مع بكيري واحد مع بكيري وأنا كيف قلت أنا نروح على كيري أو أه محبة روح كيري وحوية روح اعتقاد في عبدالله غاليسة هدي أكثر من روح متمتلة بمعرفة وكذا غاليسة وحوية معرفة يوصف في عبدالله كبحنسة ساس يساس ويهي هدون متلة بحطة خطة كبعة وحط محمى في عبدالله محمى غاليسة تكانوا وإلى كيف قلت أنا نروح على كيري أو أه نبي منهم أحب الله لك هذا السهل وإلى أنه قال أنه إخوة ولا لماذا حاجة عقيلين إلى كفل البلانتهي ولا لماذا حاجة نصر كان خير بلانتهي وأنا نتنا بس إن ليك صور حق لحق ليس وليك وين كير كمربيك كمصر وصاحبك كجاء كي كان السياسة اللي هو بحق ليس وين نصيب هاي الدين كشريف اللي هو بحق ليس أيوسي وأنا كنت قلت أنا نروح إلى تعصب أو قبلية هذا إلى السنة والجماعة كاس قلب إنه هو بريء ما هي الهم حلوطة ترى وقبل هذا ما نور ما هذا غرابة هم اللي هم البجوا هم اللي هم الرأس هم اللي هم الرأس والله شجعت يا مثلك التعصب كطرق يا رواي ما يسكي مالي التعصب هذا هو حكيري نكي طريقة هذا عمرك وحمارة ما هو حسم هدي وحكي شيء وهذا ما سيصير له شيء أنا طريقة هذا هو يقول واحد ما شيء كان يصير له شيء وأنا سؤال كثير نقول ما هي ريت تعصب كمان يسكي مالي نقول ما هي ريت رب نهار تلامان تبوا إخوة طبعا إيش الأفضل وبا إخوة إلا ذلك الشباب المويين حق الشباب وهذه مقال أما شيء أنا بعمله على ولد وإلى كوكب ناطق عقيدة ما أنا هذا واحد جلاني إنه هذا وحنا عينه هذا وحسوه وينه هذا وحويه وين عقيدة نقول طبيعي وين نقول وأنا أسأل على إن مرة بواحد لا تهمة إلا استميس إلى سنة جماعة ويستميسان مرة بعض يستميس يا مرحم في سوء ظني مرة أحمد يتهمة روح لا تهميسته أن يقيم رحيم وأنا أسأل عليه تكلم وأنا أمر كعام كأكفر مرينا أمر خاص كإن أريد يسولك أنا تعام كهذا أريد بعد إنه وصل نقوله سام بكرة أنا تعام كأنا أكفر مرينا خاص تكلم وأنا شخصية قيمة ليس هي شرف تيسو إلى تهيل وأنا ولا الدين تيسة هي عقيدة تيسة هي مؤمنين تا لا تيسة إيه تيسة أنا خير كأكاي أروح تيار بيشاع معنا مره وأنا الدين تون ولا تو عقيدة تون ولا تو ومؤمنين تون ولا تو أيا الربع وحاقوس وحسن يحوس وجرجرين يا يدون يد دري لهي تاي وأنا ما أقول لك عن قريتا بك إن خلافة خلق عنا إلا أن يقبل النصيحة هذه النصيحة وأقبل وياه وأنا هل نعوز وجزن وأنا نكره تجرب هل نعوز نعوز وجزن ونضف فرصه خيره وأنا نهي نوي تكلا وإن أعتقد أن هو بإن صارت هي مسؤولية دينية وبجنها هي ثواب كيرا لكن ستبنك لكروح كالدن دين منوضي هذا تنك لما ينعو إيمان الشيء محمود ما ضرينا إن هل كان إذا قد ليسان هنا مين دين أقول إلى سوماء الشيء محمود يا شعب النور يا رك شعب الرحيم يا شعب الله إيو خليف غادي لدن تضر الله إيمان دين تين لدن تين أيامون نبين إنا قد ثواب رجينين إنا قبار كهرو أي أقول رجينين وحاكا أن نترى مكتوسة وحينا يحطو خلاف نحن نكبه وكبه مثلا خليف أسقلاف دينيا معها وخلاف الدنيا مقاوي وخلاف حدود عالية أوي وخلاف حيا كل شيء وأنا نمبورين أوي بقى وجوراء أنا مشي سا أيك جوراء أنا تكلم مسؤولية الدينية لأن هو بقى إلي سارت هاي وأنا أقوله بركة عمرنا إن طبعا ما أنت وأقول ما حسنتي وأقول له توفيق وسلام وفرح بركاته.
كل سبب تهين بقى شركي مطلق الدين جاءها لم يرها قرها قد الله يتريم وأطراف كثير ياها علماء الدين كان يا شرافة تفسنوا الجماعة أي كثير يمدين ربنا قبطي مكين الرد وبروش رعي نوفريا علماء مكينة يضو لغشة كيسانة يقول لغا وخلا يسوي حاضر لإسلماء التي للا أفكارتها لإسوي أسرعي سيئة مغوكة تقلها شيعان يبقنا حق صوبة حياة أصوب يعني بقى صوبة لا أخذ كل أصوب بيقالي هرانا دلال كي لغوها يي كهربتا كي لغوها يي اللغو دلالة يي سري واصي ومغا عاجسي waxa ka soo baxay qodobada hadda aad maqleysiin oo qodobadu ay isku raaceen iyo sharafta isku raaceen oo ah waa maqleysiin qodobada la wada fikir ee ka soo qodobada ee rasuulka jamaa ay joogan ee bayt rasuulku ay joogan ee uga digan fikirkaas afkaarta qaldan ee midna ay xambaarsan tahay qodobada wahabiyada leeyahay من أي حباسة هاي فرض الشهادة لله وإن شاء الله بالله توفق الصلاة والبركات والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أحباب الكرام صلى الله عليه وسلم شكرا لله من الله الصعودي أولا وديك أصول الجماعة أي كو أفصلين ويالله مكان روح ويقوش مرديين أولا قاعد رئيسة ظلماتكم عليه السلام أرمى دينتا على دفاع دينتا سلامتا مبتدعات كسور دوشينا لغة دفاعه وهابية لي خوارط الردار العيي إيوه الشيعات كسور كرري مرقه السنة والجماعة وعقيدة دواعي طهي عبيدة سليمك وحي بريكة طهي وعي مرنا برهالين كانوا قنعين بالعضل إلى الشيعات إيه خوارطة وهابية دواعي هرسو مرقه باقة صوبحي شمت قدمك كوبا أي علماء الصلاة صارين مركا البحث قد السمعين كذب مركا مسلمين طردن قارهان قد الصومالي ذا ملعا في الصومالي قد غيوه حمد الدين إلا إلا يكون تسومين بلا عدا الشيعة للهدو وهابي ضد كل بثانة بضل لكن الشيعة لم يغلب ولماذا مركا بيان كاسوح أسر صارين إلا يدتك أقاد إيجاني أهل السنة والجماعة على بربي كانت الشيعة يا خوار انتبا مركب بيان كاس العلاء والسلسارين او ايد سنهي او انك وران ايد والشرك وإذا جاملي ان ألو بيت رسولك عليه الصلاة والسلام يا أبو العودين كي دفع عنده وضي هاي المدرسين تي اليوم مشاريطي اهل الدرغة وانا سنتسو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله